مرة أخرى الكرة ملعوبة. مصطفى أحمد. يلا يا محمد. وين؟ والكرة مقطوعة من جديد. تنقطع شوية تركيز. الكرة تنقطع من جديد. الكرة عادت لصالح المنتخب الإيراني وتنقطع من اللاعب محسن مسلمان برا الملعب، رمية جانبية للمنتخب العراقي. يلا يا شباب. يلا يا شباب شدوا الحيل. رمية جانبية لصالح منتخب العراق. فيصل جاسم على التنفيذ. فيصل جاسم يلعب الرمية الجانبية. الكرة ملعوبة لمصطفى أحمد. مصطفى يحاول يمر. مصطفى كرة قصيرة مقطوعة إلى مثنى خالد. مثنى يلعب الكرة بينية إلى أمجد. أمجد يا أمجد يا أمجد يا أمجد. الكرة مقطوعة مرة أخرى لصالح المنتخب الإيراني. عادت الكرة تلعب طويلة بدون تركيز أقرب إلى جلال حسن. إحنا يعني ما مفروض نتسرع، المفروض نلعب بهدوء بتركيز. التسرع يعني ما يجدينا فعلي. حد الآن أمجد راضي للمرة وللمباراة الثانية على التوالي لم يكن بمستوى هذا الهداف اللي كان واحد من الشباب المميزين وهداف في الدوري العراقي. الكرة ملعوبة من جديد طويلة اللعب. محمد يلا يا محمد. الكرة عند محمد سعد يحاول يمر ولكن مقطوعة من جديد. وحصلها نبيل. نبيل يحاول. يلا يا نبيل ممكن يسدد. يسدد ولكن وين؟ برا الملعب إلى ركلة مرمى للمنتخب الإيراني. يلا خيرها بغيرها. أداء الفريق اليوم أفضل في ملعب أزادي من أدائه في ملعب فرانسو حريري. ركلة مرمى للمنتخب الإيراني. حميد رضا عسكري يلعبها إلى شجاع خليل زادة. شجاع خليل زادة يلعب الكرة بينية تلعب مرة أخرى. عادت الكرة إلى حميد رضا عسكري بالمنتصف. حميد رضا عسكري يلعب الكرة إلى اللاعب سياميك كوروش. كوروش يلعب الكرة من جديد. ملعوبة الكرة إلى أشفين. أشفين يتوغل بالكرة وكرة ملعوبة من جديد إلى أشفين. خطرة هوي خطرة. يا الله مرت بسلام وأمان. مرت كانت فرصة ثمينة. شوف هات وخذ واحد اثنين وتوغل من خلف المدافعين ولكن شوف الله ستر الله ستر. هدف واحد في شباكنا ينهي كل الأمور. حذاري يا شباب حذاري يا شباب. ضغط على حامل الكرة. عدم ارتكاب الأخطاء قريبة من منطقة الجزاء أفضل بكثير من أن نترك فراغات ونسمح للخصم بيتوغل. الكرة ملعوبة من جلال حسن طويلة عالية رأسية اللعب تنقطع بالمنتصف. مرة أخرى محمد سعد يلعبها وعادت من جديد. الكرة ملعوبة إلى الجانب يحصلها إحسان حات صيفي. شوف يعني جهة اليمين ما بيها لاعب وسط مدافع. دائما نشوف هذا اللاعب ده يتوغل بحريته ويصنع هجمات من جهة اليمين. الكرة عادت مرة أخرى تنقطع للمنتخب العراقي. ركلة حرة الآن. ركلة حرة لصالح المنتخب العراقي الأولمبي. 32 دقيقة نلعب الدقيقة الثانية والثلاثين. التعادل السلبي قائم في لقاء الإياب بين المنتخبين الإيراني وضيف المنتخب العراقي. هذا هو اللاعب سياميك كوروشي لاعب نفط طهران 23 عام. حكم اللقاء يوشي نيشيمورا يلعب الكرة تلعب الكرة وطالت برا الملعب. ركلة مرمى لصالح المنتخب الإيراني الأولمبي. ناظم وحيدر نجم وهاشم خميس. الكرة ملعوبة. إحسان حات صيفي عادت من جديد الكرة إلى أشفين يعيدها إلى إحسان حات صيفي. عرضية إلى الجهة القريبة طالت على المدافع أمير شرفي ورمية جانبية للمنتخب العراقي. رمية جانبية لمنتخبنا الأولمبي. تلعب الكرة سعد. مثنى خالد. فيصل يندفع من الجهة البعيدة. فيصل سيطر على الكرة ممكن يحول. فيصل عرضية عالية خطرة داخل منطقة جول جول. الله يا أمجد يا أمجد يا أمجد يا أمجد. فرصة ذهبية تضيع الفريق العراقي. الله يا أمجد الله يا أمجد. فرصة ذهبية ضاعت على المنتخب العراقي. شوفها بالإعادة. أمجد يابا بعد شو وقت تقول
شو وقت تقول ابويا؟ ثلاث ياردات، ثلاث ياردات. كرة تنقطع للفريق العراقي، عادت من جديد الى مصطفى احمد. مصطفى احمد يحاول يمر، يلعب الكرة بالمنتصف، محمد الى سعد عبد الامير. سعد عبد الامير، سعد يعيد الكرة وتنقطع برا الملعب الى رمية جانبية. رمية جانبية. المباراة سريعة، يعني وفرة من المعلومات عن تاريخنا الأولمبي كلها شمرناها إلى الجانب ونبحث عن هدف أول. كل المعلومات تركناها ونريد هدف أول. فرصة ثانية تضيع المنتخب الأولمبي العراقي، ممكن الثالثة ثابتة يا الله. نبيل صباح، نبيل يلعب الرمية الجانبية، كرة تنقطع من أمير شرفي، عادت بالمنتصف، ملعوبة إلى سيام الكروشي، تنقطع من اللاعب محسن مسلمان، يلعبها إلى كريم أنصاري، يحاول يمر الآن، محاول المرور والتوغل، كرة خطرة بالمنتصف، تلعب الكرة تنقطع ومن جديد يشتتها أحمد إبراهيم برا الملعب. يلا يا أحمد، يعني دائما لابد أن نكون حذرين من الفراغات والمساحات الموجودة الآن، هناك خلل، هناك مساحات، هناك فريق شوف ده يتوغل براحته وتسديدة برا الملعب تروح إلى ركلة مرمى للمنتخب العراقي الأولمبي. 34 دقيقة ونلعب، شوف شوف مرة أخرى، يعني لمسة يد، لم يكن هناك تعمد، لم يكن هناك تعمد، والحكم قريب وشايف هي خارج منطقة الجزاء وركلة مرمى لصالح منتخب العراق الأولمبي. كرة اللعب من جلال حسن، مصطفى أحمد، مصطفى يتوغل، فريق العراقي الآن أفضل. السيد بدأ الآن يلعب بثقة عالية، يعني محتاج لهدف، وكرة حلوة لنبيل، يلا نبيل، وجول، جول، 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 والله الثالثة ثابتة، والله الثالثة ثابتة، والله الثالثة ثابتة، قلنا الثالثة ثابتة، وأمجد راضي يعوض ويسجل الهدف الأول للمنتخب العراقي بالدقيقة 36 من عمر اللقاء، أمجد راضي يسجل الهدف الأول للمنتخب